طبعا يعني مش عارف اقول ايه والله. الايه بس اصح، ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هي طبعا الكلام ده يترد عليه من علماء الازهر، لكن اللي انا عايز اقوله انه في نفس البرنامج اللي استضاف قبل كده الكاتب مش عارف اسميه ايه بقى، اللي اتأخون جديد والممول من قطر وكاتب البورنو علاء الاسواني، نفس البرنامج استضافه عشان يشتم في مصر ويشتم في الجيش ويشتم في الشرطه ويشتم. فالحقيقه هي البي بي سي لسان المخابرات البريطانيه، فدايما بتحاول تستقطب ضيوفها لمنطقه الهجوم على الدوله المصريه، فهي حاولت تعمل معاها اللعبه دي، فعجبني ردها. نشوف الحته دي كده. هل تتحسسين؟